اسمي أيهم العمري، أنا من سوريا، طبيب بشتغل بمجال الصحة العالمية. بالسنوات الأولى بالجامعة كل العالم بيفكروا إنه عنا كل الأجوبة للعلاقة بالصحة وفينا نساعد أي مريض أو مصاب قدامنا، بس بالحقيقة كنا ندرس تشريح وبيولوجيا وكيمياء وما كنا نشوف مرضى بأول سنوات. كنت حابب آخذ معلومات لحتى أحسن جاوب أسئلة العالم الحوالي. فتبعت دورة إسعافات أولية بيساوية الهلال الأحمر بفرع دمشق. زوجتي كانت متطوعة أيضاً بالهلال الأحمر، تعرفت عليها وقت كنا بسوريا ومن 9 سنوات ومن وقتها نحن مع بعض. اسمي أيهم العمري، عندي قصة العلاقة بالهلال الأحمر.